لكن انا عايز اقول لك حاجه فيما يخص امي تحديدا. والدي الله يرحمه توفى بعد وفاه والدتي ب 17 سنه. ال 17 سنه يا منى، 17 سنه كل يوم ابويا بيصلي صلاتين للصلاه الخمس، صلاه له وصلاه لامي. يعني فعشان تعرفي امي كانت عامله ايه في ابويا وفيا وفينا كلنا يعني. لكن بالنسبه لي انا امي كانت يعني أكبر كتير كمان، أعمق أكتر من فكرة الأم. يعني الأم والمعلمة والمربية والمثل والراوية، لأن أول من علمتني أحكي أسرد أمي كانت حكاءة مذهلة. يعني كان أبويا يجي من المدرسة، أبويا مدرس لغة عربية، وأعتقد أنه كان أعظم مدرس لغة عربية في المحافظة المنوفية وفي منطقتنا كلها في أوسنا. فكان يجي فتحكي له ما حدث في اليوم، فانت تسمع امي وهي بتحكي حكايات الاهل والشارع والتفاصيل بطريقه فيها حكي مذهل، تستمتع وتهتم رهيب، والتقاط التفاصيل. وهي امي برج عقرب وانا برج عقرب، فبرضه فينا من الصفات التي تجعل يعني الام ليست اما فقط بل يعني ام. وهي انا طفل غريب جدا، انا لما اشوف حياتي واتاملها كده، انا طفل لم يضربوا أبوه ولا أمه في حياته ولا بصابعهم. ما فيش مرة ما شوف يعني أبويا ما عمليش كده برضه. طب وفي المدرسة؟ في المدرسة حصل عقاب مرة واحدة. أكيد أكيد حضرتك كنت طفل متمرد. متمرد، لكن العقاب كان عقاب جماعي. أنت عارفة حكاية الظلم عم ده؟ الحسنة تخص والسيئة تعم. مش فاهماها للنهاردة. مريض. حقيقي. فبرضه دخل حصل فوضى كده في الفصل، فقال لك يضرب الفصل كله. فانا اتضربت على ايديا مرتين، وهم بس بخرزانه المدرس، كان الاستاذ مشير مدرس الرسم اللي هو اعشقه عشقا حتى الان، يعني هو اللي علمني الرسم كمان. يعني واول مره اعرف برضه ان الرسم مش بس ممكن يكون موهبه، لا وممكن تدريب. طبعا كنت 18 من 20 في الرسم، ما كنتش اعتقد ان انا ممكن ابقى رسام يعني لدرجه 18 من 20. فدي المره الوحيده في المدرسه. لكن كمان برضه حاجه غريبه جدا بمناسبه العنف، يعني انا عمري كطفل صبي غلام شاب يعني راجل كبير في السن، عمري ما اتخانقت. انا الطفل الوحيد تقريبا ممن اعرفهم في حياتي. ما هو استاذ ابراهيم عيسى مش هيتخانق بايده اكيد اطلاقا. لا ما هو استاذ ابراهيم عيسى ده ممكن ما يتخانقش بايده، لكن في غيره قدامه يتخانق بايده. يعني انا اقصى عنف وجه ليا واحنا اطفال وصبيه، يعني واحنا بنلعب كوره حد اتضايق من اللي انا عملته يمكن او كده، فخد مني النضاره ومشي. يعني ده اقصى شد منه، وكانت عقوبه فظيعه طبعا. اقصى عقاب. لكن في المحصله عمري ما اتخانقت، عمري ما تشاجرت مع حد واشتبكنا بالايدي. ده جزء منه ان حضرتك ما تربيتش على العنف او بالعنف. جايز جدا طبعا. يعني القراءه النفسيه له تستحق تامل. يعني انا دلوقتي يعني اقارب 59، اقدر اقول لك انه لم اشهد اي خناقه، واتمنى انها تكمل بالستر كده وتمسك القلب بعد كده. يا رب. امين. حد يقول لك الراجل ده ما اتخانقش قبل كده في وش فيه، فيعني يا سلام.